أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي السنة في كيفية كتابة الوصية؟ السنة أن يبين ما له وما عليه، عندي لفلان كذا وكذا، أو علي لفلان كذا وكذا، أو عندي ودائع، أو يبين فيها، يقول هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه عنده كذا وكذا، أو عليه كذا وكذا، أو عنده ودائع للناس، ويبينها ويشهد عليها. نعم. أو يوصي بثلث ماله أو الربع أو الخمس، ويقول في سبيل البر، ويبين مصارفه ويشهد على هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الآن في يعني كتابة الوصايا في المحاكم، في كتابات العدل، في كتابات العدل عندهم نماذج تعبأ ويشهدون عليها ويضعون عليها ختم المحكمة وتصير موثقة. نعم.